رواندية كيغالي للنقل وقائع الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية 27. أخرى إلى قارة أفريقيا وبقوة. وقد أفادت رئاسة الجمهورية بأن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة الأفريقية العادية 27 والتي نحن بصدد أن ننتظرها الآن وبصدد افتتاحها تتمثل في مناقشة الخطط الخاصة بالتكامل وبالاندماج الأفريقي وأيضا العمل على الانتهاء من المفاوضات الخاصة باتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية. أيضا موضوعي إصلاح مجلس الأمن وانتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقي من أهم الموضوعات التي من المنتظر أن تطرح على مائدة هذه القمة. أيضا Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distinguées Premières Dames, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, nous allons procéder à la cérémonie d'ouverture de la 27e President of the Pan-African Youth Union. رئيس جمعية شباب الأفريقية. أيضا بيان للدكتور دلاميني زوما المفوض مفوضية الاتحاد الأفريقي. أيضا بعد ذلك سيكون هناك بيان من قبل معالي الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية. بعد ذلك سوف نختتم ببيان افتتاحي من قبل السيد ديبي رئيس جمهورية تشاد ورئيس الاتحاد الأفريقي. وبالتالي أطلب منكم الوقوف لخلال النشيد الخاص بالاتحاد الأفريقي.
نود أن نشكر الفريق الموسيقي الذي أدى النشيد الخاص بالاتحاد الأفريقي. حكومة رواندا قد أعدت لأداء ذلك وأيضا لترحيب بكل الوفود، وذلك الأداء سيكون أداء رائدا لبداية هذا الحفل. I'm here to share this message with you, Africa. Afrique, je suis venue te dire que le rêve que tu as rêvé sur tes collines et au fond des vallées sont toujours d'actualité. Africa, I've come to tell you that the pain from the chains were made from our own riches. So don't be afraid to break them for your own freedom. I said there's plenty where that comes from. Oh, Africa. Isn't enough enough? It's time to take matters into our own hands. Time that we begin to understand that we can make and live off our own brands. We just have to get up off our knees and stand on our two feet. Embrace the concept of agachiro, dignity, like our fallen and living heroes. Afrique, crois-moi, être gourmand ne nourrira personne. Mais les stylos continueront d'écrire l'histoire. Alors, viens m'aider à écrire cette future victoire. There's enough sun for everyone. We are not in competition. It's one vision, one mission, one African pride. Africa, itajengwa na nani? We thank the youth. أشكر الشباب على the march for Africa's integration. الدعوة لتكامل إفريقيا، ونود أن ندعو سيادة بول كاغامي رئيس رواندا الدولة المضيفة لهذه الدورة لإلقاء كلمته.
Excellency, أصحاب President Idris Deby Itno, صاحب السيادة السيدة إدريس الرئيس الاتحاد الإفريقي أصحاب السيادة رؤساء الدول والحكومات و heads of state and government أيضا أصحاب المعالي وزراء ورؤساء الوزراء سيادة الرئيس السيد محمود عباس الرئيس الفلسطيني صاحب السيادة الدكتور لاميني زوما رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أيضا رؤساء الوفود والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الضيوف الكرام والمفوضين الكرام والممثلين وكبار المسؤولين والإخوة والأخوات كلكم جميعا مساء الخير. إنه من دواعي سروري اليوم أن أرحب بكم بحفاوة في مدينة كيغالي للدورة 27 للاتحاد الإفريقي والتي نتشرف أن نستضيفها. أنا أيضا أتقدم بالشكر للقادة الزملاء من الدول الأعضاء والمفوضية على الثقة في رواندا لتحمل مسؤولية تنظيم هذه الدورة. نظرا لأننا نبدأ مداولاتنا دعونا نستغرق لحظة لأن نستوعب معنى وغرض الوحدة والغرض من منظمتنا. إن مفهوم الوحدة هو قائم على تنوع البشرية ومختلف القيم والمبادئ. فأينما نجتمع على أساس ما يوحدنا فهناك دائما حلا سلميا لأي مشكلة. عندما يجتمع الناس كغرباء حتى لمشكلات صغيرة بدون هذا الغرض فمن الصعب حل هذه المشكلات. الإيمان في قوة الإنسان هي من بين المبادئ والقيم الأساسية والثقافة الأساسية للاتحاد وللقارة. وبالتالي ففي هذا العالم ووفقا لهذه المبادئ فإن إفريقيا لديها الكثير لتقدمه لهذا العالم. إن الوحدة لقارتنا مع التأكيد على تكاملها من بين أمور أخرى والتي لا ينبغي أن تخضع لشروط مسبقة أو استثناءات لأن الحلول الدائمة دائماً